أكثر بالتحديد نحكيه على مهرجان القاهرة السينمائي، تفاصيل باش ناخذوها من عند الصحفية التونسية ريم حمزة المتواجدة في مصر لمواكبة فعاليات المهرجان هذية. ريم تنضم لنا حاليا عبر الهاتف مباشرة من القاهرة. ريم صباح النور ومرحبا بك معنا. صباح النور وفي صباح الورد من القاهرة لكل مستمعي إذاعة راديو ميد. أهلا وسهلا بك ريم. ساعة أنا قبل كل شيء قبل ما نسألك على المهرجان، فما صورة قاعدين نمرروا فيها حاليا في صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، هي صورة لبس تكريم في الافتتاح. الحقيقة فرحت برشا أنه اللبسة التونسية متواجدة في حفل الافتتاح، يعني البصمة التونسية موجودة. يعني فما ناس كانت تتخيل ربما أنها تلبس تصاميم أخرى ولا تلبس لبسة أخرى، ولكن أنت خيرت أنك تكون حاضرة بلبسة تونسية واضح، يعني حتى الناس كي تشوفها واضح انه فما بصمة تونسية موجودة. عايشك وفي عايشك. انا اقبل كل شيء من مثل بلادي تونس اكيد في مهرجان دولي، دونك حرصت على اني البس حاجة فيها تونسية، يعني هو اللبسة تونسية غوفيزيتي، يعني المصممة المتميزة سونيا بن خليل. بالحق عجبتهم برشا هوني وكل محليها الحقيقة. عايشك عايشك. دونك الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله مثلنا بلدنا احسن تمثيل كتسوى على المظهر ولا الخدمه زيدا. أكيد ريم ما شككوش في هذا. الحقيقة للناس ربما ما تعرفش، ريم صحفية متألقة في المجال الثقافي، تواكب دائما المهرجانات بالحجم الكبير وخدمتها تحكي عليها. يعني مش أنا اليوم باش نحكي على ريم حمزة، نتمنى لك التوفيق على كل ريم. وخلينا نستغلوك شوية اليوم، ناخذ من عندك شوية معطيات. أحكي لنا ساعة على صدقكم، يعني الصور الأولى لحفل الافتتاح وفاء في الحقيقة من نجم نقوله كان افتتاح بمقاييس عالمية، يعني كما ريتوا فما نجوم كبار في الموعد. ربما أنا من 2015 نواكب في مهرجان القاهرة السينمائي، فما نجوم كبار ما شفتهمش يعني قبل في الدورات، ربما برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي السنة. شفنا فنانين كبار كما فردوس عبد الحميد، سميرة أحمد، صفية العمري، يعني نجوم زمن الجميل كما نقولوا. يعني حسين فهمي رجع النجوم هذه للمهرجان، نجم نقولوا هكا؟ أي نجم نقولوا هكا، على خاطر أنا من 2015 ما شفتهمش النجوم هذوما على حاضرين في الافتتاح متاع مهرجان القاهرة السينمائي. دونك على مستوى التنظيم كان مستوى عالي الحقيقه، وفي السجاد الاحمر وما ادراك ما السجاد الاحمر اللي صار عليه ضجه في جي تي سي. السجاد الاحمر في القاهره كان منظم على الاخر، مقسوم القسمين، فما قسم مدخل للنجوم الكبار حاضره معاهم معظم ابرز القنوات التلفزيه لاجراء الحوارات مع النجوم الحاضرين، وفما زاده مدخل ثاني في سجاد احمر زاده مخصص للصحافه المكتوبه وضيوف المهرجان من صناع السينما. دونك يعني حاجه تنظيم كما قلت على مستوى عالي. يعني هذا الفرق ريم، لانه في تونس نقولوا شبيها سامحوني في الكلمه مخلطه حمص وزبيب في على التابي روج، تلقى ناس ما تعرفهمش اصلا، فلقاو الحل في مصر انه يقسموهم الزوز اماكن، النجوم الكبار في مكان معين وبقيه الوفود ولا الضيوف في مكان اخر هكا. في كل معين اي نجم نقولوا هذا باش ما تحصلش ضجه وباش ما تحصلش اللي حاجات، يعني ما نعرفش انا الضجه الكبيره اللي حصلت كيما عندنا، يعني باش ما تكونش الدنيا منظمه اكثر، اجراء الحوارات تكون منظمه اكثر. أي. كل شيء حاسبينه يعني بالملي، كل شيء تنظيم كيما قلت لك على مستوى عالي. نمشيو زاد فعاليه الافتتاح الرسمي وفي اللي تمت في مسرح الكبير بدار الاوبرا المصريه. اللي جلب انتباهي اثناء اللي بدات الفعاليات بلمسه وفاء للراحل سمير صبري، وكان يعني حاجه مزينه على الاخر. بصراحه يعني انا ما نقولش مصاب يتعلموا في تونس خاطر كلمه خايبه، والمصاب يراجعوا رواحهم ونعملوا حاجه في المستوى هذا، يعني فهمت. في الافتتاح زاد تم اسناد جائزه فاتن حمامه للتميز المخرجه المصريه كامله ابو ذكري، تم تكريم المخرج المجري الكبير بيلاتار، وكرم المهرجان زاد خلال الافتتاح الفنانه المصريه كبيره لبلبة، وتم منح جائزه الهرم الذهبي تقديريه لانجاز العمر. ولا يعني يعترفوا بنجومهم ويقدروهم، مش بعد لا قدر الله بعد عمر طويل وقتها يتفكروهم، هذا الفرق بيننا وبينهم زاد. أي صحيح. أي ريم نحكي لك زيد عن المشاركة التونسية. أي جست ما نحكيو على المشاركة التونسية، فمش أفلام تونسية اليوم في المشاركة في المهرجان. أكيد
أكيد المشاركة التونسية يعني بشغال تونس حاضرة في المهرجان اثنين خلال فيلم جزيرة الغفران اللي ظهر به الفيلم مشارك في المسابقة الدولية. فما زيد الفيلم القصير ترينو نجيب الكثيري وفما زيد المنتجة مفيدة فضيلة في لجنة التحكيم مسابقة أفريق السينما العربية. فما الممثلة ريم تركي في لجنة التحكيم مسابقة الأفلام القصيرة. وفما زيد الناقدة هند حوالة في لجنة التحكيم الاتحاد الدولي النقاد. يعني نقول فما حضور متميز في من تونس في مهرجان القاهرة السينما الاثنين. بالنسبة للنجمات التونسيات ريم اللي شفناهم حاضرين كما درة زروق عايشة بن أحمد مشاركين بحاجة الأفلام حتى في أفلام مصرية يعني ولا أجنبية؟ لا 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 جست حضور هم ضيوف يعني زينوا كما نقولوا احنا في التجريد الاحمر وكانت كما ريتوا يعني صورهم يعني نجوم نجمات التوانسة تميزوا بصراحة اي اطلالاتهم كانت مميزة الحقيقة مميزة مميزة على الاخر زيدا باهي نخلي منظر ان شاء الله رجعوا روحنا احنا زيدا اي خلي منظر يتفاعل معاك ريم تفضل منظر ريم حبيت ملاحظة هي تفرضت مفعول جي سي سي واللي لاكون اللي شفناها الناس كل لحظتها مقارنة بالقاهرة ما تشوفش أنه من باب الظلم أنه نقارن ما بين أيام قرطاج ومهرجان القاهرة باعتبار فارق بسيط جدا الإنتاج والصناعة السينمائية المصرية. يعني لو أنه نقارن ما بين الإنتاج السينمائي التونسي والإنتاج السينمائي المصري ما يجيش لـ 1 مليام ما يجيش واحد على ألف. يعني ما تشوفش أنه فيه شوية تعسف لأنه نحن التوانسة عندنا الإرادوية عندنا الفولونتاريزم ونحبوا نبرزوا ونحبوا نوازنوا. صحيح فما جانب متاع تغفيص أخطاء بالنسبة للتنظيم لكن نعتقد أنه زاد فما جانب موضوعي الاختلاف بالنسبة للإنتاج السينمائي. توافقني ولا توافقنيش في المقاربة هذه؟ أكيد 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 منظر نوافقك. أنا يعني ما نجموش نقارن مهرجان القاهرة السينمائي بأيام كارتاج السينمائية كسوة من ناحية إنتاج الأفلام أو على مستوى زد الإدارة. الإدارة يعني هوني كما نشوفه منظر المهرجان يخدم على طول العام يعني يعني فما من أو على طول يعني ما يقفش المهرجان فهمت. ويظهرني سمعتني من الأول كما قلت أن ما نقولهمش تعلموا ما قلت نرجع روحنا شوية يعني عندنا يعني أخطاء يعني نجم نصلحه كارتاج السينمائية تقعد مهرجان عريق عريق لكن لازم نرجع روحنا شوية. واضح ريم ما نعرفش خلي كلمة الختام كان عندك حاجة معينة تحب تحكي عليها. يعطيكم الصحة عايشك مرتي إن شاء الله نمثلوا بلادنا هوني فما وفد زيدة كبير من الصحافين توينسا يواجهوا في عريض المهرجين إن شاء الله نمثلوا بلادنا أحسن تمثيل إن شاء الله زيدة ناخذوا جائزة إن شاء الله عنا فيلم في المسابقة الرسمية إن شاء الله ناخذوا جائزة إن شاء الله. هذا السينما التونسية ديما متألقة في المحافل الدولية وشكرا لكم وشكرا لكل مستمعي إذاعة راديو مي. شكرا لك صحفية ريم حمزة كنت معنا مباشرة من القاهرة في مواكبة لفعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. فصل صغير وهنا راجعين نكملوا معكم إن شاء الله حتى للتسعة متاع الصباح.